انا ام محمد ورجلي مفتوحه من السكينه، فروحت المستشفى فقابلوني هناك الدكتور الممرضه اللي شافتها قالت لي وريني رجلك محتاجه خياطه ولا لا، قالت لي لا محتاجه خياطه، فدكتور قال للدكتور اتفضل مارس هوايتك بقى، فاجى عادي معبى الحقن بنج وكله واداني حقن بنج في الجرح وخيط وبس. كان شكله ايه الدكتور ده؟ الدكتور كان عامل ضفيرة ورا كده، رابط شعره ضفيرة ورا، لابس بوت، لابس جينز، حتى بنت واحنا خارجين بتقول لي مش شكل دكتور، قلت لها ليه ما هو عامل شغله كويس اهو. ولا اي حاجه عادي، وكان حتى كان مشى بعد ما خيطني وكان قال لي في علاج والكلام ده. رحت اللي هو حصل على كليه طب قسم تجميل. الاطباء جوه او ممرضات كانوا بيتعاملوا معاه ازاي؟ زي اي دكتور موجود عادي. طب وانت وضع الخياطه في ايدك ايه دلوقتي؟ عادي يعني حاسس بتحسن مثلا في صبعك؟ ما فكرتش تروح لدكتور تاني بعد ما عرفت ان هو نصاب؟ عرفت اللي هو نصاب طبعا من على طريق النت.